نورمالمون صوفيا باللمن في فرنسا، شو مغربي غادي يدوزو يضحكوا عليها؟ شو ردة الفعل ديالها؟ نورمالمون فيف لا باليستين فري باليستين، هذه اللي راهي مورايا تكره فلسطين، هي من بني الصهيون، في فلسطين وتحية فلسطين، واللي ما عجبوش الحال انا قدام التريبيونال. ضحكوا عليها ضحكوا عليها، اللي ما عجبوش شو فلاش ديالها، واللي ما عجبوش الحال راني في لعب. ادي دير عقلك راك كبير على داك التبريش. شو نعاود نردك، شوف المغاربه كيضحكوا عليها، وكمل الفيديو تشوفها انت. واللي ما عجبوش الحال انا قدام التريبيونال. فيف لا ضحكوا عليها. مازال ما درتيش ابوني، واش كتسنى؟ دير معنا ابون، زير معنا الصمته. يلا السلام عليكم، كيف حالكم إخواني الكرام؟ أين أنتم يا كراغل؟ اشتقنا لكم إخوان. اليوم غادي نشوفوا صوفيا باللمان البقرة الحالو، براكم عارفين بلا ما نقول لكم اللقب. فرنسا عيات ما طبخت ما وماتوا عليها المغربيات بالضحك، المغربيات مأدبات ومخلقات وعيات وعارفينش كيكو. شحال كنتي البقرة الحالو، بقاو ماتوا عليها بالضحك وما تقبلاتهاش، قلت لهم هادو صهاينه هادو. اجيو تشوفوا هذا الفيديو هذا كامل. لكن قبل من هذا الشيء شوفوا الفيديو اللي صيفطوا لنا على بركه الله. اول فيديو راه هذا هو، واش هذا الاخوان هو الكراكول ولا سميتو؟ قالوا لك هذا هو اللي خافوا يهزوه ليهم المغاربه، هذا تكتبوا فيه لي السرقه ما يسرقوا حد، تكتبوا ليه مجانا ما يدي حد. شوف كي داير. ترى عذاب هضره معذبين ديك السيده. راكم عذبتوا هاد السيده هادي، ماشي 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 لبستوها. شوف على حالها، شوف على حالها. دابا البلاصه اللي خص يكونوا فيها الكتاف كاين فيها ليكود، دايرها بحال اللي باغي تطير. مالك على حالتك، اش من طورات هذاك؟ شوف يا لهوي يا يا يا. يلا شوف شوف مسكين، غادي تسالي مسكينه، خصها تمشي دير الترويض لدوك اليدين. شوف شو اللي قالوك دابا، تراث جزائري. عليها مساكن كيسرقوا لنا القفطان ويسرقوا كلشي. ها شوف شو على حالها، شتو على حالها؟ واش هذا تراث غادي تسرق عندكم؟ واش هذا تراث غادي يبدا تقول لنا خفنا المغاربه يسرقوا؟ واش غادي نسرقوا الله وتعطيوا لنا ما يلبسوا حد؟ ودابا نجيو للمراه المغربيه الاصيله والحره وكذا، ولبسوا هاد الخزعبيلات. لا لا هذا ما يجي غير معاكم انتوما، دايره بحال الفزاعه، عرفتوا الفزاعه؟ واحد الكسبه كيديروا ليها هكا ويديروا فيها شي شراط وهذا بحال الانسان باش تخلع الطيور باش ما ياكلوش الغله. ايوا هذه فزاعه توقفات ما حتى شي طير ما ينزل لك. شو كي دايره؟ شوف شوف والله الا العذاب اللي عذبتوها بالله. هذه تسالي خصها تجي دير الترويض على المفاصل باش يرجعوا كيما كانوا. قالوا لك التراث، اش من تراث عندهم؟ قال لك الكراكون، جينا نشوفوا لقينا راه فزاعه. اش من كراكون عندكم؟ اش من كراكون عندكم؟ دوز الفيديو اخر. هنا بغاو يبانوا علينا زعما راه كيصنعوا السيارات، هما راه غير كيمونطيو، كيجيبوا كل شيء مصنوع كيمونطيو. واشنو طوموبيله واحده دايرين عليها ب 160؟ فهمت؟ راه كيحرك دوك الخيط، راه ما دار حتى لعبه دابا. هذيك القضيه ديالها راه كيصور زعما داير بحال اللي كان قادو، هز الخيط ورد لبلاصتو وزادو وحركو بلاصتو. واش درتي؟ درتي والو. دخلت شوف المصانع في طنجه في قنيطره في كذا كي دايرين. ما شفنا حتى شي واحد صنع شي. ها عاود هز عاود الخيوط، عاود عاود ردهم. صافي اشنو اش درتي تما مانا؟ انجاز كبير الكراغل هذا، كتهزو الخيوط وتردهم لبلاصتهم، انجاز كبير. هذا عاود كيزير شي بولونات تما. الاخر طلبوا لي، الاخر طلبوا لي، عندهم واحد كيت ماتيريال، واحد كي شي كيعطيه لشي. اودي يلاه مصنع عاود ها انت، راه ما زير ولا دار بحال اللي زير زعما شي بولون، جا الاخر طلبوا ليها. الاخر طلبوا لي عاود ملي تسالي ودوزوا عاود لدريز راه بغا. وكاين كاين عبد الرحمن راه شو
اللي جات حدا الكاميرا كيدير بحال اللي سالات ما يمشي يبدل البلاصه حيت ما عنده ما يصاوب، كلشي مصاوب انت غير ركب وتجيب هنا ميكانيك عندنا هنا يركب داكشي يركبها كامله، جيب لي غير الموتور بوحدو البيبان بوحدو كدا يركبهم هو. هي رجعت عاود قصت تما ومشات. قالت لي واخا صح السويقه عندك، شو كتب قال لك السويقه هذا اش كيدير هذا غير واقف، هذا دايز عاود كيتسارى الاخر جاي من ليه، ها شي غادي شي جاي. زعما راه مصنع راه كيصنعوا انا الحقيقه انا عندنا كل حاجه. يا ام ابراهيم ايه ام احمد معاك ايه؟ موجوده يا بيه. افتح البيبان. انا مش شايف اي حديد خالص. اه لا حسين النهارده اصل نص يوم ما بنشتم يعني الله يلا هذا هو المقطع اللي كيعبر على 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 داكشي. صافي تشوف المغاربه تنشوف واش المغاربه هادو ها انت ماشي ما بغيناش نهزو محتوى ديال شي واحد اخر الاخوان كنختار من الناس. الابواب سقف السياره الارضيه سيارات في المصنعين جوج 440000 سياره في السنه 440000 سياره في السنه وساكتين اصاحبي انتوما غير كتركبوا وما عارفينش تتركبوا. جات الكاميرا حداكم حتى حاجه ما شفناها ركبتوا، ركبوا بعدا غير شي باب حطوا الموتور في بلاصتو ديروا شي لعبه دير ابو الحياه شي حاجه تحرك دير شي نتوما جالسين غير كتقيسوا قيس هادي وسير لي شو المصنع شو ساكتين وما كنهضروش. نص مليون تقريبا نص مليون في السنه في السنه طالع من المغرب يعني بمعدل كل فرش. دقيقه دقيقه ونص بتطلع سياره من كل دقيقه كتخرج السياره. نتوما نص نهار مازال ما ركبتوا والو خليتوا الطوموبيل عريانه ما حطيتوا موتور ما حطيتوا بيبان كوسانات ما كاينش الخيوط ما دوزتوش في بلايصو كيجي واحد يقيس الخيط وعاود يردهم كيما جابوه كيما صفطوهم اليوم باللي هنا مصنع قطع السياره بتبدا في الجهاز الضخم هذا ما شاء الله اتفرجوا تفرج تفرجوا الكراغله هانت كيرو خام قطع حديد تدخل هناك بتيجي هنا في الضغط لما كان خدام من هنا بتطلع اجزاء السياره المختلفه هنا بصنعوا الابواب سقف السياره الارضيه الجوانب تفرج تخيلوا في الجهاز ده لوحده بيطلع 7 ملي بالروبوت تحطه على السياره بعدين تحطه الروبوت الاله كتركب يا استاذ الاله كتركب وقصد تبدا تقيس الخيوط عاود ردوا البلاصه وقيس هذا الخيط عمليه اللحام بداوا ب 7% روبوتات في 2012 اليوم 43 هذه تفضلوا من طنجه ها هي خرجت يا استاذ ها اين انتم يا كراغيل اشتقنا لكم ها هي خرجت كتلمع سياره كتلمع استاذ من المغرب المصنع ديالنا مرتبط بالميناء بواحد السكه قطار السيارات اللي بتطلع من هنا بتطلع عن طريق قطار ها انت تفرج يا بابا عمي تبون جميع السيارات في كل اوروبا في كل اوروبا هذه تفضل السكه قطار السيارات اللي بتطلع من هنا بتطلع عن طريق قطار الفخر الرويض مع هو قال لي المغاربه غير كينفخر الرويض ايوا سير انت الفخر الرويض انت النفخ الرويض وما تقدرش تنفخر الرويض يوصل هذه السيارات الى ميناء طنجه من طنجه تصدر هذه السيارات لاكثر من 70 دوله فالموقع الجغرافي له دور فهنا خط من خطوط الانتاج طبعا شيء اساسي في موضوع الصناعه وموضوع التوظيف فهذول كلهم بيساهموا في صناعه السياره الان غير الجزء الاوتوماتيك والروبوتس اللي هناك هذا المصنع هو الوحيد في العالم لحد الان الصديق بالبيئه 100% عالميا عالميا جميع المصنعات تفرجوا الكراغله عارف ان شدكم الزبير ولكن سمحوا لنا ما عندنا ما نديروا هذا هو الواقع الواقع هذا مش عارف شدكم الزبير والسخانه طلعت لكم ولكن هذا ما طلع ندوزوا الفيديو اخر هذا هو اللي دوزنا ديال السيارات ندوزوا الفيديو اخر وحاولوا انتم بدات تصنعوا هاد القرارات ديال الغاز خاويين وبدا شو دابا دولات الغاز شو الطابور قداش يلا شوف قرارات الغاز كارثه نيت شوف وحنا ما عندناش الغاز في البلاد وما دايرينش هاد الفضيحه هادي حنا ما عندناش الغاز في البلاد وما شادينش هاد الطوابير على 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 الغاز هكا اش هاد الفضيحه عندكم الكراغله شوف
شو على حاله شو على حاله شو على حاله يا وجدي فوق بحب ومازال الطابور ما بغاش يسالي لا من هو داك ما كاين والو كان والو هاو ديبورا العملاق صافي مرا صافي ديبو قد بالحمله وما يقدرش والطابور واش الطابور من المدينه للمدينه عندهم والله ما يقدر بغاش يسالي ازمه خطر روحوا من هنا روحوا من هنا هاو شو 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 أزمع. الناس بيتين الناس بيتين ماشي يشدوا قارورات غاز وتحت منظرهم كاين الغاز كيجري كيبقبق لتحت والله الا مدلولين انتم يا الكراغ لا مدلولين صافي نقطه رجع للسطر مدلولين خانق عند المواطنين شوفوا شو صار هذا جايب الغطاء باش يبات بغى يبات باش يشد قارورات غاز ها بلا بوليس موطار مدب باش تدخل البومبا هنايا ما عرفناش شكون اللي قطع الغاز على الاخر الاخوان واش يكما فاش قطعوه كان كيدي من عندنا لعندهم دابا فاش قطعوا الغاز قطعوا انبوب الغاز فاش حبسوا الغاز يكما كان كيمشي من عندنا لعندهم شكيت انا لحقاش ان احنا ما تاثرناش وتاثروا هما باش تدخل البومبا هنايا حبلك ايه حاصلها دابا التالي في هذا الطابور زعما اش كيتسنى الشهر الجاي واش الشهر الجاي ولا ما فهمتش دوز الفيديو اخر الشعب الجزائري اللي قال لك نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه اهي مظلومه اهي مظلومه يلا قلتوا احنا مع فلسطين ظالمه ومظلومه راه مظلومه دابا ما شفناكم درتي والو يعني انا مش عارف حقيقه الجزائر ايضا مظلومه يا اخي الجزائر مظلومه شفت طوابير الغاز عاد دوزنا ومرها مظلومه هذه المشاهد لا تستدعي الفرجه يا جماعه حجوا اذا ما قمتوش احنا في ايام فاصله لا حول ولا قوه الا بالله دوزوا الفيديو اخر هذا هو هذا نورمالمون صوفيا باللمن في فرنسا شو مغربيت غادي يدوزو يضحكوا عليها شو رده الفعل ديالها نورمالمون فيف لا باليستين فري باليستين هذه اللي راهي مورايا تكره فلسطين هي من بني الصهيون في فلسطين وتحيا فلسطين واللي ما عجبوش الحال انا قدام التريبيونال ضحكوا عليها ضحكوا عليها اللي ما عجبوش شو فلاش ديالها واللي ما عجبوش الحال راني في لعب انت دير عقلك راك كبير على داك التبريش شو نعاود نردك شوف المغاربه كيضحكوا عليها وكمل الفيديو تشوف انت واللي ما عجبوش الحال انا قدام التريبيونال فيف لا ضحكوا عليها كاع ما يديوش عليك ما يديوش عليك يا ايتها البقره الحالو فلسطين فري فلسطين فري فلسطين في فلسطين انت سيري تكمشي في دارك اي جيسبر كو لا فرانس ال فا كونداني نتنياهو كي ان تران دو توي دي زونفون اي لا اون فوا با لا بريس اي اون فوا با لي دووا دي لوم et on voit pas la république كتبغي تسمع هي للناس ماشي زعما باغي دير فيديو باش تشرح للمشاهدين لا بغات تسمع لهذوك اللي تما on voit que des sionistes voilà واني هنا اللي ما عجبوش الحال راني هنا والكاسكيطه وتحيه الجزائر كاسكيطه وتحيه ويحيى عمي تبو نسيتي فوالا ودزوا معاهم سي فولي جو بوتخا وي ميسيو ان بروبليم شو كتقلب جوا منجل وقف السيد كيشوف فيا كيشوف اش هاد الخليقه هادي قلت لي شنو واش كاين شي سي مون درابو كي فو ديرونج فو زافي ان بروبليم قلت لي واش كيديرونجيك الدرابو ديالنا ودي الدرابو ديالك راه كيجيب الضحكه راه جاب الشوال اه سي كو لو بروبليم الوغ اي با الوغ بوكو فو مو ريغاردي فولي ما فوتو قلت لها علاش كتشوف واش عندك تصويرتي اش بغا يدير بتصويرتك يا البقره الحالو براكي عامره يوتيوب توك والفيسبوك اه vous êtes en France moi aussi je suis en Algérie voilà et vive l'Algérie voilà je retourne en Algérie je reste ici ainsi مازال ما دوزاتش الحبس ديال فرنسا دابا دوز les 32 ans comme vous êtes venu chez nous vous êtes resté ainsi 32 ans تي سير الله يعفو عليك ودي راكي كبير على الطبري تا بلي با سي باري هادو مجموعه تاع الاو اس اللي كانوا اللي زعكناهم من الجزائر هاد اش زعكتو قتلوا فيكم مليون ونص هما اللي بغاو يمشيو لقاكم مزلجين ما فيكم معاملي يهضر لواحد دوما لا حول ولا قوة إلا بالله البقرة الحالو بعالم بوحدة عايشة واحد العالم عاود موازي وعرفتوا
جاب لي الله واش عندها 18 سنه ولا 20 سنه ولا 30 سنه؟ راه كبيره يا صاحبي، راه كاينين ولاد ولادها، راه بحال هذيك عندنا حنا راه مقابله الصلاه ودارها وتقابل دارها وتشوف واش خص ولادها وولاد ولادها وعايشه الحياه. هذه من حبس الحبس غاديه لافريقيا جايه تحتج قدام الفيفا ماشيه تضرب مع هادو غاديه مع مول الباف في قطر، فين غادي؟ فين هو غادي؟ اخوان وصلنا اخر الفيديو، تحياتي لكم، ديما مغرب ولا عزاء للكراغين، السلام عليكم.